موضوع اخر باش نحكيه ولا نسمعكم. كلاش صار بين عربي الميزني ومحمد بوسطة في تقنيته نسنا البارح. الكاش اطلبوا 58 400 100 نهار السبت ديما مازال 50 400 100 فيكم الماكله 58 400 100 اعطيونا ماكله ما يطلعوهاش الاولاد يلا تربحوا 200 دينار يلا سمعنا احنا الكلاش. تعدينا البريود الاخرانيه بغسره صغيره اللي هي غسره اللي كانوا تحيرنا على سيادة الرئيس قيس سعيد وانت علاش هذا؟ بارك الله انا خاطر السي قيس سعيد هو خي رئيس شكون؟ رئيس موريتانيا مو رئيسنا نحن رئيس التوانسه والتوانسه هي اللي انتخبته انا كي يمرض رئيس الجمهوريه سي نورمال نتحير على تونس نتحير على بلادي هذا كلام صحيح وما راعنا كان الاشاعات ودرا شنو انا موضوعي تو قفة الزوالي والماء المقصوص والمواد المقصوصة هذيك موضوع قفة الزوالي ان شاء الله كي يطيحوا قدر رئيس دولة معناتها دورات الناس كلها طاحت انت كان مرضت عبير موسي كان خذيت كمرضة عبير موسي بشوية هواء ولا خذيت بر صدق محمد بوسطة الخروع اللي في تونس كل ما يقلع ويلي فهمي والله لا دي تعرف ايه عبير موسي عبير موسي تتعاش عبير موسي تتعاش محمد بوسطة يعمل مارش بشي والله عربي احنا زوز نحبهم بلاي خلينا سمعنا جو سامباتيك العربي المزني صديقي بيان سور ومن الاول محمد بوسطة زاد رجال وصديقي زوز ارائهم مختلفه ما احلاهم بالضمار معناتها بالضمار لسبين ومش لازم احنا هنا في البلاتو نقولوا شكون صحيح كل واحد وثنيته اللي يعرفها وتوجه انا مع الخروع مثلا قال تتعشى ويعمر ما بدك يا عربي هو راهو المشكله تعرف شنو هو تحب بالحق انا حسب رايي هو في ساعه خطر قيس سعيد اذا يفيق باللي يفيق به بن علي في السعوديه وقتها تو يفهم اللي خاطر بن علي وقتاش فيق اللي هم كانوا يعرضوا فيه هاك تشوف العرض معني في 3 4 سنين اختفوا نحكي على نوعيه المعارضه لا عندي واحد باش احكي تو مهم برشا تفضل لحظه نسمع صوت طويل النجم العربي حكي اليوم في ديوان الاسطوره نسمعه الاستقلالية أني أخوي كوكوبا اليوم عملت خيركم سابق في قادم الأيام نحن برنامج اسمه فرحكم دايم وتتحرر كليا من المتلفز ومقراوة التلفزية وقتها ولا كيفاش معناها تستقل البداية تحسها من خيركم سابق تولي عندك شين يوتيوب معاش قناة تلفزية ولا حوار ولا حاجة تلفزت الخاصة نعم شيء بداية النهاية مع الحوار التونسي هكا تولي ولا كيف؟ لا لكل شو خافت في الحاجة لكل تجربة نهاية لكل تجربة نهاية معناتها بالنسبة لي أنا تنجم تكون بداية النهاية نجم يكون آخر عام بالنسبة لي أنا في الحوار التونسي نجم يكون أحسن حاجة في الحياة شنية أحسن حاجة في الحياة هي أنك تعرف تقفل أنك تعرف تختم أنك تعرف تخرج سعدي في كلمتين ان شاء الله ما يخرجش خاطر جعفر صديقي اخويا وصاحبي ان شاء الله ما يخرجش لا هو يحب يخرج هو يحب يخرج انا قلت لك ان شاء الله ما يخرجش معناها خلي نشوفوه على الاقل ها يجي ايه علاش ليه نحكوا له سمعت نبره صوتك تبدل لا تلفزه هذيك ونحكي لك على تلفزه انا وقال يخرج الحوار معناها مش عم تجسسوا خاصه شنو تحس شنو تحس كي تسمع جعفر على اليوتيوب سيبني في حوار الحب مع شنو تحس كي تسمع جعفر يحكي جعفر راهو خويا قلت لك شنو تحس ولا نتوحشوا فهمتني به هاني باش نحاول نفهمك انا كي توحش عليه ما تطلبوش مش ما نطلبوش هو في الدنيا وانا في الدنيا ليه ليه نتقابلوا ليه تو سير طول رمضان كل شيء مع بعض رمضان اكيد باش تقابل اخر مره قابلته وقت جاي عزي في بليل الله يرحمه نعم الله يرحمه قابلته هو نبيلة ومحسن مش نبيلة مرته يا ودي عم مش مرت نبيله قال لي نبدل الاسم غلط في الاسم انا بربط بين محمد علي دمك مرته نبيله زين نمشي وفاصل